عاجل منذ قليل. عناصر الأمن ألقت القبض ليلة الخميس على الشخص الذي وثق مقطع فيديو لحظة تعنيفه لأستاذ بمدينة الرباط خلال مسيرة الأساتذة المتعاقدين يوم الأربعاء، وأمر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بتتبع أثر الشخص الذي لاذ بالفرار بمجرد علمه بفتح تحقيق في اعتداءه على أستاذ ليتم التمكن من توقيفه في مدينة سلا. تم إحالة هذا الشخص الذي يقول إنه يعمل عونا للسلطة على الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة. وأظهر شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا بزي مدني وصاحب عناصر الأمن يقدم على ركل رجل تعليمي يشارك في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ليسقطوا أرضا أمام أنظار مجموعة من عناصر القوات العمومية.